يواجه كرة القدم البحرينية المحرق الأعرق والأكبر تاريخيا، يواجه نادي الرفاع أصحاب السعادة البطل المتوج في الموسمين الماضيين، إذا حامل اللقب الرفاعي. تخصص في الكرات الثابتة، هنا محاولة، جول جول جول، أوه على المحرك، محرك صارت هدفين للمحرك، وماريو انتظر هذه الفرصة وظهر أخيرا وسجل الهدف الثاني. كرة معاه بن حدوش، الكرة العرضية وماريو ورتت الراية وبالتالي التسلل وبالتالي خطأ أيضا. شاهد الكرة الأخيرة، نعم واضح والتمركز الواضح مرة أخرى على الحد. في الموسم الماضي أربع مواجهات، هنا الخطأ، هنا ماريو، هنا عبد الله الكعبي والتألق، هنا يسري العرفاوي، ولكن ماريو والضغط والتقدم خذ كورته سليلة على محبوب اللي تصدى لها ببسالة، تعود الآن لمحمد هشام، الله، الهدف الأول الأكل بهيج، والهدف الأول ببصمة إيطالية يا ماريو، إيطالية يا ماريو، هو ماريو هو الأهداف الحمراء. شوف الصناعة ويا لها من صناعة، وشوف الكرة العرضية والهدف ولا تعود الآن لمحمد هشام، الله، نادي المحرق الآن، الكرة الآن في تقدم في لعب الكرة طويلة عالية أمامية ماريو. تكلم عن لقاء الخلدية وسترة انتهى بالحالة التحرك والتمرير لهشام بن حدوش، محاولة لماريو، ماريو المرور، ماريو والتقدم، هنا التمريرة، هنا الاستلام، المالود ينتظر، حدوش يحاول حرك، والأسماء الموجودة مع راشد الدوسري، لكن تابع هذه المحاولة من فوق حارس المرمى، لكن سيد محمد جعفر كان صاحي للمحاولة. كرة توصل، هنا ماريو، هنا التحرك، ماريو سوبر ماريو، والكرة العرضية والإبعاد الموجود، شاهد الكرة العرضية ورأس الخلاصي يتقدم، يمر العرضية، كرة جول ماريو 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 ماريو، يضع الهدف الأول للمحرك بعد كرة عرضية ظهر فيها الإيطالي ماريو، ظهر في الشباك، ظهر في الهدف الأول وصنع الفرحة لهذه الجماهير. نعم انتظر انتظر، وبعد ذلك وصل إلى المرمى بصناعة من الشاب الإخلاصي، نعم هو اللي تقدم، شاهد هنا التقدم، العرضية بعد ذلك، ظهر في الهدف الأول وصنع الفرحة لهذه الجماهير. نعم انتظر انتظر، وبعد ذلك وصل إلى المرمى. الكرة خطيرة لمصعد داني المحرق العرضي، جول 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 جول، ماريو فونتانيلا يسجل هدف الثاني، تفوق بتسجيل هدف ثاني وهدف تقدم في هذه المباراة، تتحول الى داخل الشباك. شوف الكرة الماضية عرضية هشام الجميلة، وبعد ذلك المتابعة وقراءة المحرق، اذا يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد المحرق منذ بدء الشوط الثاني، كاد ان يصل ويلحق بالهدف المحرق. يعني اكيد خايف من مفاجآت البديع، البديع ما عنده شيء يخسره، واحنا في كرة عند سفيان، سفيان المرور، سفيان جول جول، المحرق قاعد يطلع ويبي يزيد في النتيجة، جول جول جول، ثالث للمحرق، يا سلام يا سلام على ماريو، خلونا نشوف الإعادة، ماريو
فونتانيلا، ماريو فونتانيلا سجل الثالث للمحرر. اليوم ما تزال ثابتة على قيمها. هنا كرة خطيرة العرضية، فرصة جول. نعم جول 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 ماريو فونتانيلا جول. قلنا لكم المباراة اليوم بتكون هجومية، قلنا لكم مباراة اليوم بتكون ممتعة مليئة بالأهداف، وماريو فونتانيلا الآن يصدق على ذلك. ماريو فونتانيلا الآن يفتتح مجال التسجيل الإيطالي في هذه المنطلقات والعرضية بعد ذلك، وماريو فونتانيلا بالرغم يفتتح مجال التسجيل. قلنا لكم، وتذكرون شنو قلنا قبل المباراة؟ الكره الاماميه ولكن تقطع تعود. يعرف الخطوره وامكانيات بعض، ارتدي حذر مطلوب. هنا كره خطيره، الذي ينال على نجوميه المباراه لربما يكون كذلك، ربما يسعى ويستعد لتسجيل هدف الثلاثه نقاط. ماريو فونتانيلا جول 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 جول. بالجرينتا الايطالي يحسم الامور، بالجرينتا الايطالي يسجل الثالث للذياب. اذا المحرق بالثلاثه، المحرق بالثلاثه يحسم الامور، المحرق بالثلاثه يقتل المباراه، المحرق بالثلاثه ينتصر في اخر مباراه. اذا ثلاثيه محرقه، محاوله تنشيط الهلال الهجومي او عبد الله البحراني. هنا كرة ومحاولة من ماريو يحصل على خط، يحصل عند العرضية بدون أي نقاش، وأخطر اللاعبين في هذا الموسم في الصور. يفضل عودة لحسن مدن والعودة السريعة من هذا اللقاء. الكرة تتحول الآن إلى ماريو للمحرك داخل منطقة الجزاء، خطيرة وجول. أوه تلقطت هدف يا عبد الوهاب، العرضية من دون أي مضايقة. والشروقي فرصة خطيرة خطيرة للمحرك الآن داخل منطقة الجزاء، تصطد الكرة وتتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة المحرك. لاحظ كرة الشروقي داخل المنطقة وماريو ومحاولة، ولكن وقوع على أرضية الملعب، تسديدة من موسيس صدت وتحولت إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. كان مطالبة بشد لكن حكم هنا الانطلاقة نعم الموجودة والخطورة، الاستلام ماريو، ماريو تسديدة يا شباب، وحتى لو هو صاحب الهدف الوحيد. هنا الكرة الأخيرة يا سلام وليد الحياة، كانت خطأ بعد ما سقط يد سيد محمد جعفر. تابع الدفاعية كانت في الوقت المناسب، وناسف فيها مهروب في محاولة المرور. شاهد الانطلاقة من ماريو إلى سفيان، هنا سفيان المتخصص في الكرات الثابتة. هنا محاولة جول جول جول. نعم انتظر الفرصة ماريو، ظهر ماريو، ماريو يسجل. ماريو ما تزال ثابتة على قيمها. هنا كرة خطيرة العرضية، فرصة جول. نعم جول 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 جول. ماريو